الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. بارك الله فيك. ورا يا سعد، ابراهيم ورا. اسمع يا رب، في صوت صحيح. يا ساتر يا رب، قوم يا رب. Go home, you silly bastards. Go home, it's better for you. I'll count to one, and he's gonna shoot you. ارجع علي. Five. Four. يا علي ارجع. Three. Two. علي! والله قمر واحلى من الحلويات كلها. والله انت حبيبه قلب اخوكي. طب يلا خلص لبسك عشان تطفح. اطفح تعالي هنا يا بنت. ايه اطفح دي؟ والله ما عرفت ارب. يوسف انا كبرت عطلتيش ده. يوسف اسم ابي يوسف فاهمه ولا لا؟ يو تعالي هنا يا بنت انت. نعم. اختك فين؟ نوال ما نمتش طول الليل. ماشي. انا اتكلم مع صالح في الاسم مش هجيبه هنا. اختك كبرت وانت كل يوم يجي لك عريس. بس ما تقلقيش. هجوزك ظابط يعني هجوزك ظابط. على الأقل عشان يعرف يربيكي. مش عارف بيحب فيكي إيه ده؟ ما هي لو عاملة كده والله العظيم ما هتجوز ظابط.
قوم يا بنت، قوم ما تعملش فيها نايمه. قومي. على فكره انا نايمه. عارفه لو انت بطلع عياط هتقومي زي القمر، بس هنعمل ايه؟ نكديه زي امك الله يرحمها، بس قلبك ابيض زيها. مفيش حد بياخد من الدنيا كل حاجه يا يوسف. بس انت عندك اهم حاجه، الناس بتكبر وتعجز والشاب يكرمش وسنانها بتقع، بس القلوب ما بتتغيرش، وانا عمري ما اخليك تعملي حاجه غصب عنك. ربنا يخليك لي يا يوسف. ابي يوسف بكديه زي امك. قومي. يوسف بيجي امتى؟ اهو جينك اهو. يا حضرة الظابط. طب يجي اليوسف باشا صالح يا حضرة الظابط. تمام يا يوسف بيه. يا دولة الظابط. يا اخويا بقول لك ايه؟ انا حالي واقف مش عارفه اشتغل. قلت لك يا زوبه 100 مره انا ما بختمش رخص حمراء. ليه بقى ان شاء الله؟ مقفوشه بسرح ولا بانها؟ ده احنا بنفرحوا الناس. وبعدين كله بالقانون. قانون؟ انت بتهدديني يا بت؟ يقطعني يا اخويا. وبعدين هو انا يعني بمارس وظيفتي مع القنصل الانجليزي؟ ما انا قلت لك احنا يا دوبك بنفرحوا الطلب. لما يجي اليوسف باشا صالح خليه يختمها لي. لا خلي صالح عزيز يختمها لي. على فكره صالح عزيز هو اللي بيمسك في الطلب. يا مصيبتي، يمسك في الطلبه؟ ما احنا هنفرحهم ايه؟ الولع عصفوره ظبطوه وهو بينط على بواسير بيت في باب شارع. الاهالي مسكوه وسلموه لليوسف باشا صالح في النبطشيه بتاعته امبارح. قوم يلا قوم يوسف بيه. انا ما عملتش حاجه. يا ريا عصفور انت كل شويه ما بتحرمش ولا ايه؟ المره دي والله ما كنتش ناوي اسرق. ما طالما وسيل بتعمل ايه؟ تسلكها ولا هتقدم في الاولمبياد؟ لا يا باشا، حبيبتي كانت زعلانه مني، كنت جايب لها ورد. ورد؟ اه ورد. انت ما حبيتش قبل كده ولا ايه؟ عزيز تحت امرك يا فندم. كان مع ورد؟ لا يا فندم رحلوه. لا هو مش ورد، هو بذر وهي تزرعه. انت ما زرعتش قبل كده ولا ايه؟ رحلوه عن نيابه. يوسف بيه هنعمل ايه في الدايره اللي اتحدفت علينا دي؟ استنى اليوسف باشا صالح هو اللي يرحله؟ ما ينفعش صالح، لازم ارحله انا بنفسي. محدش عارف اللي ممكن يحصل. ما تشوف البكباشي جاي لازم تقوم تقف، انت هنا مجرم. امك صاحبتي. جهزوا القوات عشان رايحه للدهيه اللي فوق. تمام يا فندم. مين البت دي؟ عسكري الدرج لها الفجر، عايزه تنط من الجسر وتنط نفسها. انت مين وبتعملي ايه هنا؟ طلعت وردي. ابويا النهارده هيقتلني وهيموت بعدها. هات البلطو وغطيها. عدم لمؤاخذه يعني يا فندم، هو احنا غلطنا اننا عملنا كده عشان في الاخر يعني بيتقبض علينا احنا؟ You don't know who I am, but you know my uncle, General Frank Adam. أنت أيام جنرال يوسف المصري.
له يا جوني. بقول لك يا اخويا، هو انت لسه بتدرس؟ إليها شبك وزير الحربيه، عايزه اختم يا اخويا وامشي. بقول لك يا زوب، اصبري علينا شويه وانا هاجي لك بنفسي. صباح الخير. صباح النور. رياض الشندويلي قاضي مجلس النواب. مين الضابط المسؤول هنا اللي اقدر اتكلم معاه؟ بريطانيا بريطانيا رول ذا ويفز وي ويل نيفر ايفر ايفر. ستيفن's dead. Mark's locked up in an Egyptian prison. Your men are dropping like flies. And you don't even lift a finger. I'm the crazy one. Why don't you let me out of here? Let me do what I was born to do. I'll kill every one of them if you give me the chance. Feed him. Feed him well. You tell the Egyptians that I'm coming, and hell's coming with me. يعني انت عايز اسلمك العائلين ومارك وتديهم للجنرال ادم، مش كده؟ بنحاول نحل ازمه مش اكتر. انت عارف يا ست النايب، في بنت بره اسمها زوبه جايه عشان تخطب رخصه بتاعتها وانا مش راضي، مع انه حقها، بس ضميري ما يسمحش بكده عشان ابويا ما علمنيش كده. انا بقى لو سلمت لك العيال دي ابقى زي زوب، ارضيك امشي برخصه؟ ابوك لو مكاني كان قال لك نفس الكلام. تعنيتش يا حبيبي. الجنرال ادم ممكن ياخدهم بس بعد المحاكمه. لا، يقدر ياخدهم دلوقتي ومن هنا. يبقى يجي ياخدهم من هنا. دماغك ناشفه. يعني انت عايزني ابلغهم بان البكباشي يوسف المصري رفض تسليم ماركو لولاد؟ والله يا سياده النائب، عشان خاطر مجيئتك ممكن تبلغ الجنرال ادم يوسف المصري بيقول لك يقدر يستلم ابن اخته في اي وقت. انا العقل. بس يستلموا جثه. What did he say? He refuses. You out of your mind? It's an order from the British government. Go. What? Go out! No! 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 Don't move! Okay. Leave him! Don't move! Calm down. Where's your husky? Hashid Abdullah! Don't shoot. Hashid Abdullah. الضابط ده يتحبس مع مارك بتهمة التعدي على ضابط مصري، وبلغ الجنرال ادم لو جه هنا يتحبس معاهم. انت كده يا ابني بتزود الطين بله، باخد بالك من نفسك بقى. مش عايز حد يخاف، محدش فينا هيموت النهارده. باسم جنرال ادم فرانك القنصل العسكري بالاسكندريه ومندوب الحمايه للحكومه البريطانيه، على البكباشي يوسف امين المصري تسليم الضباط البريطانيين مارك سام وشاك ويليام والمجرمين ابراهيم سويلم وسعد الدين مطاوع بدون اي عمق قبل غروب الشمس. وعدم تعريض
المدنيين والجنود المصريين الذين في حمايته الخطر، وإلا تعرض لعقوبة العصيان العسكري في فترة الحرب وعقوبتها الإعدام هو ومن يسانده. الجنرال آدم فرانك. لو حد قرب من الباب اضربوه بالنار. صالح تعال ورايا. ريحي يا اختي ريحي، العيا ما فيهوش لا مؤاخذه. وانا اللي كنت فاكراها غاره هنستخبى تحت الترابيزه شويه، هننزل المخبأ وضح انها حاجه كبيره قوي. يعني امك يا اختي شكلك جايه من بلدك ولسه بكرتونتك. بس ما تزعليش، انت مالكي سم. كل اللي بيحصل ده بسببي. بسببك انت؟ لا لا مؤاخذه، فهميني بقى. تعال انت اخينا، شوفوا لنا حاجه نطفحها. عزه الوحش جعان بيجوع عشان بني ادم، ولا انتوا فاكرينه حاجه تانيه؟ ما ترد عليا. احنا عندنا اوامر ان اي حد يتحرك من مكانه نضربه بالنار. السلام يا اخويا، ما انا بتحرك من الصبح قدامك اهو، ما حدش ضربني بالنار، ولا انت ما خدتش بالك؟ اتحرك لك تاني. جوني سبتني ليه يا جوني؟ كنا مؤنسين بعض، تدلعني وادلعك. انا جعان يا جوني، ما تيجي اكلك يا جوني. جوني يور مازر صاحبتي. جعان. والله ابراهيم هو الظابط ده بيعمل كده ليه؟ طب احنا هنتقبض علينا وبعدين نتقتل ولا هنتقتل على طول؟ انتوا اللي عاملين القلق ده كله؟ انتوا سعد وابراهيم صح؟ ايوه انا سعد وهو ابراهيم. ودول جاك وماركو. انتوا ايه حكايتكم بقى عشان تجيبوا لنا الجيش الانجليزي كله لحد هنا؟ انتوا بتوع منشورات ولا مظاهرات؟ انتوا من اعداء الملك يالا؟ اكتب الله ابدا. بقول لك يا اخويا احنا لا بنتكلموا في السياسه ولا بنفهموا فيها، انا والراجل ده بس يا سعد. ما بسش، بيقولوا هيدق الاسم ده على اللي فيها قبل غروب الشمس. انا ما عنديش مانع اموت، بس ابقى فاهم هموت ليه. احيه ده بيقول لك هموت بس يا سعد. اهو اسم الكريم ايه؟ عصفور. اخوك في الموت بقى كل ده عشان حته عيل عامل زي الكلب الهيج. كان جالي ما كانش حصل كل ده. ما تبصليش كده، احنا مش زي بعض. لا مؤاخذه سفحت الزباله لو رميتي جواها زباله مش هتتوسخ. ما تقوليش على نفسك كده. اللي جابنا الاسم النهارده انا وانتي حاجه واحده، انتي عشان شرفك وانا كمان عشان شرفي. بس انا لا مؤاخذه جاي اخد بقى تصريح عشان اعرف ابيعه. عرفت مني صح؟ أنا كمان ساعات كتير قوي بقرف من نفسي، بس أنا بقى اتعودت ما اخرجش اللي جوايا عشان لما أغزى الزبون لو حس بنكد مش هيفرح، ولو ما فرحش مش هيدفع، ولو ما دفعش أنا مش هلاقي. كنت زعلان والله، ما زعلان كربوس في كل مكان، الناس بره خايفه، بس انا معاك للموت. ربنا ما يجيبش موت ان شاء الله. سمع عندهم حق، المدنيين ما لهمش ذنب، العساكر دي شغلتهم، بينزلوا كل يوم من بيوتهم يمسكوا السلاح، يرجعوا يا مرجعوش. حتى الحرامية اللي فوق دول ما لهمش ذنب. اسمع صالح، هتنزل تفتح البدروم تحت الارض وتخرج كل الناس وتخرج معاهم. الصول العزيز هو اللي هينزل يفتح سلم البدرون ويخرج معاهم. انا مش هخرج. حضرة اليوسباشي ما
نفذ الأوامر. ليه؟ هو أنت نفذت الأوامر؟ أنا آسف. بسم الله. عظيم ده وقته. صلى عزيز تعالى ورا بسرعه. حاضر يا فندم. بس هو انت وهو كله يحط ايديه فوق راسه واللي هيخرج عن الصف هيضرب بالنار ورا صلى عزيز. يلا بسرعه ورا صلى عزيز. يلا. طب انا حضره اليوزباش اعرف احط ايديه ورا راسي اهو اخرج معاهم في الصف. بعتولي جوني. محدش فيكم ليه ذنب في اللي حصل. ده احنا مش بنهربكم. بس محدش فيكم محكوم عليه بالاعدام عشان يموت في وسطينا. اعتبر ان انتوا خدتوا براءه. كتب لكم حياه جديده. بس اللي هيفكر يطلع من الصف اللي يزباش صالح هيضربه بالنار. مفهوم؟ صالح اول ما الشمس تغيب خدهم على بره. وانت يا هند روح عند ابوك واحكي له اللي حصل. ابوك اكيد هيصدقك. انا عارف انت خايف عليها بس البنت دي لو خرجت هي اول حد هيموت وكده هتبقى القضية خلصت. وانت يا باب البرك. انا دولة الباشا لسه ما ختمتش. هخرج بره بقى اعمل ايه؟ خش على الصف. يلا انا ما عنديش حد بره يخاف عليا ولا مؤاخذة يعني اللي انا فرحتهم مش هيفرق معاهم انا موجودة ولا مش موجودة. بس البيت الغلبانة دي محتاجاني. خليني جنبها انا هخاف عليها وهرعيها. وانت بقى اللي هتخافي عليها. ده انا خاف عليها منك ولا انت عايز تستغلي اللي حصل لها؟ الله يسامحك لك حق تقول عليا اكتر من كده. بس يا دولة الباشا انا يمكن ما اخرجش من هنا. يمكن كلنا ما نخرجش من هنا. بس انا هقعد جنب البنت وحرايا مش هسيبها تموت. خش اقعدي جنبها وخلي بالك منها. حركي. عندي انا. يلا اتحركوا ورا الصلع عزيز. المفروض ان انتوا هنا عساكر عشان تاخدوا الاوامر وبس. بس انا دلوقتي بخيركم كلكم. اللي عايز يطلع ويمشي ويسيبني يمشي وما يخافش. مفيش حد هيتعاقب.
للي مفيش حد يعاقبه. انا مش عايز حد يخاف. اللي عايز يمشي يقول. صلاح انت عندك عياله محتاجين لك، روح لهم وخليك معاهم. عيالي معاهم، ربنا اللي احن من الكل. سعيد ابوك تعبان ومحتاج لك، روح وخليك جنبه. ابويا معاه ربنا الله يرحم الكل. عبدالواب معاك يا فندم. شربيني معاك يا فندم. لازم تعرفوا ان الموت قريب. معاك يا فندم. احتمال كلنا نموت. معاك يا فندم. مش هنخاف من حد. معاك يا فندم. ومش هنخاف من اللي برا. معاك يا فندم. ولا يدخل هنا يموت. معاك يا فندم. الحرب ابتدت كده، باب البدروم مش هيفتح تاني. ايه اللي جاب ده هنا؟ البت صعبت عليا، وبعدين سعادتك مش احسن مني. عصفوره بني ادم. عزيزة هشوف يومين صعبي. British government is speaking with you. انت هنا ضيف على ارض مصريه، لما تحب تتكلم معايا اتكلم معايا بالعربي. General Adam، بتقول انك القنصل العسكري باسم الحكومه البريطانيه. انا بقى كظابط مصري ما بعترفش باي حاكم غير وزير الداخليه وبس. ابن اختك عندنا هنا وبيتعامل معامله ادميه لحد ما يتعرض على المحكمه ويتحكم عليه بالاعدام بتهمه القتل واغتصاب عذراء، وانا مش عايز اضطر انفذ الحكم من غير محكمه. اسمعني كويس، أنا جنرال آدم فرانك، وأنا عايش في مصر وأنت لسه عيل صغير، وبقول لك اللي أنت بتعمله ده مش هيتسبب إلا في موتك وموت كل رجالتك. وزي ما أنا خايف على ابن أختي اللي سايب أهله في البيت لوحديهم، وخصوصا إذا كانوا حريم، لازم يخاف عليهم. معاك ساعة واحدة بس. زي ما بقولك كده يا سعادة البيه، انا اعرف اخرج بالليل واروح لهم، انط من ورا الاسم. انا كده كده كنت اهرب بالليل اصلا الصراحة. يعني يعملوا فيك زي ما عملوا في عزيز. انا مش عزيز، انا عصفورة والعصافير بتطير. بس هما يوصلوا اسرع منك، هما بيتحركوا بعربيات. يا بيه بقول لك العصافير بتطير، والمكان اللي سعادتك وصفته لي بتاع بيتك الطريق بتاعه ضيق، يعني مش هيعرفوا يمشي فيه بسرعه. انا من سطوح لسطوح اوصل اسرع. يلا بقى احنا كده بنضيع وقت. يوسف بيه خليني اروح معاه. انت اخر مره نطيت من على المواسير امتى؟ ما بينطش، يبقى اروح لوحدي. مش عصفور، روح. عصفورة لما تشوف نوال قول لها انت نكديه زي امك. ولما اشتمها مش تزعل؟ يا غبي افهم، لما تقول لها كده تعرف انت جاي من طرفي. كنت ناوي اديها لحبيبتي بس مش هلحق. حاول ما تموتش. هحاول على قد ما اقدر.
صالح ما تخبرش حرج لما يسمع مزيكا. تمام. صح. ست نوال بتقول لك هي نكديه زي امها بس قلبها ابيض برضو زي امها. هما دلوقتي عند ناس قرايبي. الحمد لله. هو في مشاكل في العيله؟ والنبي الحمد لله. انا من كتر فرحتي عايزه امرقص تاني بس مش قادره. وسط قطم يا اخويا وسط قطم. صعبان على العساكر اللي مش لاقيين بقى ميه دول. لا حول ولا قوه الا بالله. هو انت يا اخويا هتفضل شايل هم اللي جوه واللي بره كمان؟ الله يكون في عونك. انت عارفه يا زوبه انا اخواتي دول لو كان حصل لهم حاجه ما كنتش سامح نفسي ابدا. بقول لك ايه يا دوله الباشا؟ إيه لو واحده زي كانت شغاله في عماد الدين وربنا صلح حالها وتابع عليها ممكن يعني ممكن ممكن ايه؟ ممكن ممكن ايه يا زوبي؟ ممكن تتجوزني؟ يخرب بيت شيطانك يا زوبي ده انا ما رضيتش اختم لك الرخصه، هتجوزك؟ طب لعلمك بقى انا عارفه ايه اللي مضايقك مني، ان اسمي زوبي بس ده مش اسمي الحقيقي. امال اسمك ايه؟ اسمي بامبا. هي فرقت يعني يا زوبي؟ اه فرقت.
ام صاحبتي. والله النور الكل اداني على ساتر. ارجع على الشبابيك وارد ان هم ممكن يتقلوا نار تاني. انزل يا صالح. يا لهوي يا لهوي صالح. هاتوا له ميه ميه بسرعه. متخافش يا صالح متخافش. لا مش هتموت ما تخافش ما تخافش يا صالح. اسكت. الميه المايه بسرعه. خد اشرب يا اخويا اشرب اشرب يا اخويا اشرب 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 صالح اشرب يا اخويا صالح. ما بعت صالح ده هيدق الاسم علينا. ايه خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد. هنا القاهرة جاءنا هذا الخبر العاجل. قام الضابط المصري يوسف أمين المصري بالعصيان العسكري على قادته وعلى قرارات الحاكم الإنجليزي بمصر، وقد عرض حياته وحياة المدنيين للخطر والقتل، وذلك بعد تسطره على مجموعة من الهاربين والخارجين عن القانون، فقد سولت له نفسه أنه قد يفلت من القانون. هذا الضابط الآثم قد خدع من حوله من جنود مساكين لتنفيذ أوامره ورغباته المريضة والمتعطشة للقتل والدماء، وأمرهم بتنفيذ خطته في قتل المدنيين والعسكريين واستخدام الأبرياء كدروع بشرية. لذلك قرر الحاكم العسكري باسم الحكومة البريطانية إعلان عصيان الضابط يوسف أمين المصري في فترة الحرب، وطبقا للأحكام العسكرية تكون عقوبة التمرد وخيانة الوطن الإعدام رميا بالرصاص بعد أن يجرد من كل الرتب العسكرية. ويحذر المتحدث باسم الحكومة البريطانية جميع المدنيين والعسكريين التعاون مع الضابط الخائن، وإلا اعتبر مجرما ونال من نفس العقاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا القاهرة. تعرف ده معناه ايه؟ معناه اني هموت. اننا كلنا كده هنموت. انت خايف؟ تفتكر اني بخاف؟ انت تسرعت؟ لا
أنا بس كنت متأكد إن مفيش حاجة اتغيرت. Where are the cops? And we're gonna let you out. محسوبك عباس حسبه للشحن والنقل. قال انت ما نطقتش كلمه خواجه من ساعه ما طلعت. انت عايش؟ اصلاني قالوا لي نقله صغيره كده. قلت شويه فيجيتابلز فروتس. لقيتك انت اللي مؤاخذه النقله. حكيماني بنشتغل مع الانجليز لكن ساعه الجد شجع ابن بلدك. قام توكوز يو يا خواجه. توكوز مين صلوا بعضيك؟ If you touch me again, I'll take your fucking face apart. You understand me? الله 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 ده انت طلعت شرس سوسترونج يعني شوية شوية يا حبيبي شكليش الانجليزي كله بره مش ناقصهم غير شرشل تفتكر مستنيين الليل لما ينزل عشان يلعبوا معانا عروسة وعريس مفيش حد فيهم يضرب طلقة ايوه يوسف انا راضي الشدوي لعضو مجلس النواب اللي جيت لك قبل كده اسمعني كويس يا ابني عشان مفيش وقت ادم بيحضر قوه من البوليس المصري عشان يضرب الاسم عندك المكلف بالضرب بكباشي اسمه حمزه الهواري من اسم العطارين ما تستغربش يا ابني من اللي انا بعمله ده ما تنساش ان انا مصري زيك بس هو حب قوي ربنا معاكم حمزة الهواري خد أمر بضرب الاسم عايزين العساكر المصريين يرفعوا السلاح على بعض أروح أقول لهم إيه؟ ضرب أخواتكم؟ آدم بيلعب علينا لعبة كبيرة مش عايز حد فينا يضرب طلقة تلاقي حمزة زيك بالظبط دلوقتي محتار يعمل إيه؟ حمزة لازم يفهم اللي بيحصل هنا Sir, he's here. Wait for the Egyptian forces. Yusuf. أنا إيه المطلوب مني دلوقتي؟ قبل أي حاجة لازم أعرف منك. أنت مصدقني ولا لأ؟ ما ترد يا حمزة ساكت ليه؟ حتى لو مصدقك يعني عايز نعمل ايه؟ يا حمزه انت مطلوب منك تاخد قوات وتطلع تحوط الاسم بتاعي وتدي اوامر للعساكر بتوعك يضربوا اخواتهم بالنار انت عارف الكلام ده معناه ايه ولا لا؟ الحكايه مش بالسهوله دي يا يوسف انا عمال اتحجج كل شويه عشان اخر مره بحجه تعزيزات ومره بحجه اصلاح مركبات بس خلاص ما اقدرش اعمل اكتر من كده ولو ما عملتش كده هيرموني بره خالص وهيجيبوا حد من رجالتهم رجالتهم اللي بيتقطعوا لهم وهينفذوا لهم اللي هم عايزينه. انت عايزني اخلف الاوامر وانا لابس البدله العسكريه؟ اقلعها. وانت عقلك كان فين لما قلعتها؟ عقلي كان في راسك. عقلك في راسك وانت بتعرض حياه 50 بني ادم للموت، ذنبهم ايه يا اخي؟ هم اللي اختاروا. انت اللي عملت فيهم كده. وانت لو مكاني كنت هتعمل كده. بابا. خش جوه. خش جوه. حمزه. لا ممكن تخش يا حبيبتي لغاية ما أخلص كلام مع عنكر
ممكن ابوسك انا؟ يلا. كبرت ليلى ما شاء الله. اخر مره شفتها كان في اسبوع. ربنا يفرحك بيها وتشوفها عروس وما يوريك ابدا واحد ابن حرام يأذيها. يا حمزه، يا حمزه، انا كل اللي طالبه منك تاخر دخول القوات شويه، ولما يدخلوا هندفع على طريقه انتشار، ورجالتي ورجالتك مش هيضربوا بعض في المليان. وادم واللي معاه دول بهايم. يوسف، انا مش هقدر اخلف الامن العسكري. يا ده اخر كلام عندك يا حمزه؟ انا نسيت الاغنيه. الله يخرب بيتك، في عربيه من بتوع الجيش الانجليزي جايه من اول الشارع، هنهرب مننا. حمزه، حمزه، هو مش ده حمزه ولا مين ده؟ مال على السطوح. يلا 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 يلا. اطلع انت قدامي ولا هطلع وراك اسرع منك. يلا you
Accused by treason and intentional murder. You found guilty and you judged by hang till death. لو حياتي كانت وجعتكم فموتي هيوجعكم اكتر بكتير. والميت ما بيتوجعش. Don't kill women. Get out of the way. Let's go. Come on. Where's Mark? You see it? Where's Mark? Where's Mark? Ah!
Fucking sneaky for an Egyptian, aren't you? Come on, man! Let's fucking go! Come on! Fucking come on! Come on, big man, let's go! That's right, man. Yeah, that's right. That's what I thought. You're nothing! Just a fucking dog! Are you ready? Just a little dog, you think you're tough? Woof, woof! Get up! No! I'm gonna finish you now! Come on, stop this! It's time to finish you, come on! Come on! Just a fucking dog! سلام يا خواجة. شرطة قبل الملاحات، هنزلكم هناك. انت كده هتسلم نفسك وتتعدم. امسكوا كويس. طب وهند؟ زوبة عارفة هتعمل ايه. Thank you.
جوزف! جوزف! مش في الجسم والست نوال في امان. العسكرية على المتهم يوسف أمين المصري بالإعدام رمياً بالرصاص، وذلك بتهمة القتل العمد والتمرد على الأوامر العسكرية في وقت الحرب وتعريض حياة المدنيين للخطر. مذنب ولا مش مذنب يا يوسف؟ مذنب يا فندم. ينفذ الحكم بالإعدام. رفعت الجلسة. مذنب ولا مش مذنب يا يوسف؟ لا مش مذنب. انت ما قتلتش غير دفاع عن النفس، وما تمردتش على اوامر عسكريه. انت تمردت على ناس ما لهمش ان هم يدوك اوامر، وما عرضتش حياه المدنيين للخطر. ده انت دفعت عنهم وعن شرفهم. امسك. دي شهاده وفاتك. أول ما تطلع تديها لإخواتك، هما مستنيينك بره. هتلاقي معاهم ورق قيد باسم تاني خالص، كمال الرفاعي. هتسيب اسكندرية. اسمك اتشال من كل السجلات بما فيهم سجلات الداخلية، كأن مفيش ضابط اسمه يوسف أمين المصري عدى عليها. يا فندم بس. بس إيه؟ كنت مستني إيه بعد اللي عملته؟ تاخد ترقية؟ ولا ناشين؟ ولا تبقى بطل شعبي وشوارع تتكتب باسمك؟ لا يا فندم. ما انا عارف انه لا. بس يا فندم معلش سؤال، لما يسألوك عن جثتي دي مشكلتك ولا مشكلتنا؟ مشكلتك يا فندم. خلاص مشكلتنا يبقى احنا نحلها بمعرفتنا. هنديهم جثة مارك على انها جثتك، وده طبعا بعد ما نحرقها. مع السلامة يا كمال.